لم تنتبه للنزعة الإنسانية لأنها تشيع في أشعار الرومانسيين. على أساس ماذا يا أستاذ؟ على أساس أن الوحدة عنوانها النزعة الإنسانية في الشعر المهجري. انتبهوا أيضا إلى أن النزعة الإنسانية قد يغيرونها لكم بالنزعة العالمية، فالعالمية هي نفسها الإنسانية، حب الخير للعالم أجمع، حب الخير لجميع البشر، حب الخير للإنسان لكونه إنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو معتقده، وهذا أسمى شيء تدعو له الرومانسية. لذلك سجلوا معي، عندكم تعرفون النزعة الإنسانية؟ ما هو تعرف النزعة الإنسانية؟ فقط عجبة نقصة.